بعثت بقضية مماثلة إلى حد ما للقضية الأولى في أمر الطلاق، تقول إنه لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب التدخل من عائلتي وعائلة الزوج وقع الطلاق بيني وبين زوجي، إلا أن زوجي توصل نتيجة قراءة معينة في أحد الكتب الإسلامية إلى حل معين. ذلكم الحل في العبارة التالية: عودي إلى عصمتي على سنة الله ورسوله، وذلك بشهادة الله عز وجل وحده علينا، وقد تم ذلك بعد فترة قصيرة من توصلنا إلى تلك النتيجة. ما هو رأيكم شيخ صالح فيما أقدم عليه زوجي؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تفصيل. إذا كان هذا الطلاق أقل من 3 وعلى غير عوض أخذه منك وراجعك في العدة، فإن رجعته صحيحة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وأما إن كانت الرجعة بعد مضي العدة أو كان الطلاق 3 فإن هذه الرجعة غير صحيحة ولا تحلين له. فإن كان استكمل 3 فإنك لا تحلين له إلا من بعد أن تتزوجي بزوج آخر زواج رغبة، ثم يطلقك الزوج الآخر باختياره راغبا عنك، فلا بأس أن تعودي إليه بعقد جديد. قال تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجت زوجا غيره وطلقك فلا مانع من الرجوع إليه بعقد جديد. وأما إن كان الطلاق دون 3 واستنفذت العدة فإنه ليس له الرجوع إلا بعقد جديد، ولا يحتاج إلى زوج آخر، لأن يعني هذا يسمى بالبينونة الصغرى. لا بد من هذا التفصيل، ولا نعلم واقع الطلاق الذي حصل منه بالنسبة لك. إذن يلزمهم حتى يصححوا وضعهم شيء معين شيخ صالح؟ يلزمهم أن يسألوا أهل العلم. يلزمهم أن يبادروا بسؤال أهل العلم ويشرحوا لهم الواقع من غير كتمان شيء. وأهل العلم إن شاء الله سيوجهونهم إلى وجهة الصواب. جزاكم الله خيرا. ملاحظة أن السائلة هي المرأة، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ المرأة تخاف على نفسها، تخشى أن هذه الرجعة غير صحيحة، فلها حق في هذا. لكن ماذا على الزوج؟ عليه المبادرة، على الزوج والزوجة المبادرة بسؤال أهل العلم. والزوجة تمتنع من تمكينه منها حتى